الله عليم الله تقوصه بين عيونه إذا بيفكر بس تفكيرها إنه يحرمني هالقعدة الحلوة برزق أبوه. أكيد ملا حاله، أكيد جاي مع واحدة. الله العليم بين هاد بقى زمون العوفة. يعني هلا لو كان استفهمنا منه ما كان أحسن. عم تتفلسفي أنت يعني؟ عم تتفلسفي؟ لا. استفهمنا؟ كيف بدنا نستفهم يعني؟ طالما عم يشتغل بالوراق معناها في شرة، ما ها؟ شرة؟ شرة؟ كش برا وبعيد، لا بياع ولا شرة. استحكينا أنت استحكينا، شوف شو القصة. بطخوها. لك يا جودة هلا عم تمزح ولا عن جد؟ لك قيم جد الجد عم بحكي وعلى الكرم ما حدا بيقرب، فهمان؟ وليد شو القصة؟ والله ما بعرف يا جودة هلا. طيب فهمني يعني شو اللي صار؟ خد هالزبون اللي معك ورجال اشوف يلا. انا شو دخلني؟ والله ما بعرف. جاهزة؟ جاهزة. نار خذ الفشخة على اليمين لأنه ماسورتها مايلة، بس لا تطورها أخوك أبدع. خلينا نمشي، خلينا نمشي. ولك شو نمشي ما نمشي؟ لا طول بالك، خلينا نفهم شو القصة. لا جودة لك يا خي شو صاير؟ فهمني شو القصة. سكت لا، أنت واعي ما بتستحي يا خسارة الشهادة أطفي، لك شهادة وفاة الجود علي. ولك سكت أنت لا، العمى بعيونك العمى. لك يا جودة أنا طالع لعندك لا فهم شو القصة، وإذا بدك تقوس قوس يا شوف. ها حطي خلي لقمة حطي. ارجع 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 مطرح ما كنت أخذ معك زبون العوافي. أخي أنا ماشي. ولك طول بالك شو ماشي ما ماشي، خلينا نفهم شو القصة. لك بعدين بتفهم أخي، الشغلة فيها قواص. أنا ماشي. طيب أمري لله، يعني ما تواخذني والله أنا ما فهمان شو القصة. يلا خلينا نمشي. يلا لعمع هالعالم لزراطة، الواح منهم ما بيجي غير بالعين الحمراء شايفين. بلكي جابوا الشرطة. لك يجيبوا الشرطة، علي ما علي ما بنزل من هون غير على جستي. شو بدي بجستك أنا؟ يصطفى اللي بيع الله بيحاسبه. كتدي بوزك انت. نحن معك ولا جودة، على الموت معك ولا. شايفين؟ شايفين؟ هذا هو الصديق الذي وقت الضيق ولا أسعاب. علي ما علي بتستاهل ضرب تحية. ها ليش ما أوصل؟ لأني ما دكيت، فكرت خلصت المعركة. ولك ما دكيت، دكيت أشوف يلا. علي ما علي يا أسعاب، أنت ما بتستاهل ضرب واحد، بتستاهل 21 ضرب تحية. وركز سكتني أول واحدة. ولك ما بدي أوص عليك ولا، بدي أوص لك تحية. ها يلا جاهزين؟ جاهزين. تحية لأسعاب يلا. شو هالحكي؟ وليش؟ لحظي ما بعرف، بس أنا شفته عم بيقوس، ومثل ما بتعرف إطلاق نار، وهذا واحد جحش سيدي جحش، ما بيعرف يقوس، خفت شي رصاصة تيجي فيني. طيب روح هلا، إلها من مشي، روح على راسي. حسان؟ حاضر أبو نادر، سيدي. الميتور معبى؟ هاي معبى لتمه. يلا جيب سلاحك والحاني عجل. يلا سلاحي. يلا. أحلى الضرب 150 تحية لعيون أسعد. ها إيه؟ إيش تحكوا بعد جد؟ شو يا جودي؟ عم تقوص على أخوك وليد ما؟ أعوذ بالله سيدي، كمشي كمشي شيليه من هون سيدي، بالهوا بس تخويف تخويف والحشا تخويف. على شاء الله إذا طلعت لعندك كما بتقوص علي. أعوذ بالله، ليش نحن منستجر نقوص على الحكومة؟ الحكومة بس هي بتقوص علينا سيدنا. انزل لك أنا الضربة، أنت على عندي ما بيستاهل أطلع لعندك. ماشي بخاطركم. جودة
ما تاخذ الهم، كانك موجود ليك البارودة، ما حدا بفوت بدون تصريح خطي. ما حدا بيضل هون، حسان اطلع صادر البارودة. شو دخل البارودة؟ هي بارودتي وماسورتها مقيلة. راسلها وبتنزلهم كلياتهم اللي هون، وجودي انا بطلع وراي على الميتور. حرك لشوف. اخي انا بدي ارجع على الشام. كعلي الحلال ما بترجع بالمطلع الكرم. لا. طلعنا على الكرم كان بده يقوصنا، هلا اذا اجا وشافنا ببيته هون اكيد راح بيقوصنا. ولك شو يقوصنا ما يقوصنا، مجنون انت؟ اصلا هذا بيتي مثل ما هو بيته، وانت هلا قاعد عندي ما عنده. يا اخي يا اخي خلينا نروح وبلا هالوجعة الراس، ولما بنوصل بتتصل فيه من هنيك وبتعرف اللي صاير منه. لك يا اخي انا جايبك لهون مشان تنبسط، ما مشان تروح مزعوج. خلاص علي الحلال ما بتطلع من هون الا وانت مروه. فوت على الا ما بدي. لك انزل ولا؟ ما بدي شوف وجهه. لعم بعيونك بس الجو مسجع معك أكثر من الدايس. شي قدامي لشوف. حرك. لعم بدك خمسة لا يحركوا. يا سيدي كنا ركضة وحدة نطلع لفوق. الله وكيل. مرحبا استاذ ولي. اهلا وسهلا. كيفك؟ اهلا ابو نادر. تفضل. على راسي اهلا. هاتوا لنشوف بقى، فهمونا شو القصة انت وجودة. خير ان شاء الله جودة. شو القصة؟ والله ما بعرف لحبيبي، ما بعرف. انت قلي شو القصة. انا شو بعرفني؟ انت بدك تقلي. وعلى اي اساس جنابك بدك تبيع الارض؟ اللي تشوف على اي اساس؟ على اساس ما عم بشتغل فيها. انت لحالك قلت ما عم تشتغل فيها، يعني ما بتعرف انه الارض لمن يفلحها ويعمل بها؟ مزبوط. من شان هيك انا جاي اتنازل لك عنا بيع شراء يا لبخة. ما فهمه. يعني يا طبل قصده الاستاذ وليد جاي يكتب لك الارض باسمك يا بيمه. طب ليش ما حكيته لحبيبي؟ ولك شو حكيته ما حكيت؟ ليش تركت لي مجال لاحكي لك جوده؟ انا كنت عامل لك هي مفاجاه بس ما مفكرك قليل العقل كل هالقد. حقكن علي، حقكن علي. انا فكرته للاستاذ هون الزبون جاي يشتري الارض. بتعرف لو كنت زبون؟ بتعرف لو كنت زبون عشان تذكر كنتش خطك على البلو وعشخر. طول بالك شباب، الأخزي ياد مهندس وجاي لعرفه عليك يا لبخة، ويا ريتني ما جبته. لا تواخذني ببوس ايده، اسود وشي قدامك. بسيطة، محلولة محلولة. يعني هلا ما في داعي نكتب محضر؟ لك شباب ابو نادر ما بتصدق تفتح محضر؟ ما في داعي. لا شرفوا، ارتاحوا ارتاحوا يا جماعة، شرفوا. ليش واقفين؟ شرف استاذ، ارتاح ارتاح، شرفوا شرفوا. دقيقتين انا ان شاء الله، دقيقتين بس هيك بخبر ديبة مشان تجهز الغداء وبرجع لكم بالاذن. تفضل ابو نادر تفضل. لهو بزمتنا جوجتين بلدي لنا فيها موت وحياة، ما بصير.